السلام عليكم. مر على اليمنيين عامان هما الأثقل في تاريخهم والأسوأ في ذاكرتهم، فمنذ أن سقطت صنعاء في 21 من سبتمبر 2014 دخلت البلاد في دوامة من العنف والاحتراب بتأثير نزعة استعادة السلطة التي استحكمت بمخيلة مشروعين سيئين للتوريث، أحدهما سقط في 26 من سبتمبر 1962 والآخر سقط في 11 من فبراير 2011. كلا هذين المشروعين التقيا معا واختلسا فرصة تكالب القوى الدولية على ثورة التغيير في اليمن كما تكالبت على غيرها من ثورات الربيع العربي، واستثمرا إمكانيات الدولة وانتهازية الشركاء السياسيين في زمن الوفاق لينفذا ثورتهما المضادة على كل إنجازات العهد الجمهوري من الثورة إلى الوحدة. أمام الإمكانيات الهائلة للثورة المضادة ظهر الشعب اليمني أعزلا إلا من إرادة صلبة في الدفاع عن الحرية والكرامة والجمهورية، وأمام هذا القدر غير المتوقع من الغدر ناضل إلى أقصى درجات النضال. عن حصاد عامين من عمر الانقلاب نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني لنستقرئ صيرورة التاريخ خلال هذين العامين ومآل المستقبل في ظل اختلال التوازن لصالح خيار اليمنيين مع بقاء المنسوب ذاته من المخاطر متعددة الأبعاد. أرحب بداية بضيفي في الاستوديو عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني أستاذ صلاح باتيس. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا حياكم الله. إذن أستاذ صلاح، نبدأ النقاش معك ومع بقية ضيوفنا الذين سينضمون إلينا، لكن بعد أن نتابع مع السادة المشاهدين هذا التقرير. عامان مضيا من عمر الانقلاب منذ أن انفتح على هذا البلد باب الشر والفوضى والخراب. في مثل هذا اليوم من عام 2014 نفذ تحالف المخلوع صالح والحوثي ثورة مضادة استهدف بها كل ثورات اليمنيين وإنجازاتهم، وفي طليعتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية، ومعها قوضوا فرص السلام والاستقرار. وفي ظل مباركة ضمنية من أطراف دولية نفذ الإنقلابيون جريمتهم ضد السلام في اليوم العالمي للسلام. نزلوا إلى الشوارع قبل ذلك اليوم وبعده يهتفون بإسقاط الجرعة التي أقرتها حكومة يستولون على أكثر من نصف مقاعدها ويستحوذون معها على الرئاسة والبرلمان والجيش والأمن، فكان ادعاؤهم صارخا إلى حد الابتذال والكذب والافتراء بأنهم أصبحوا ثوارا، وهم الذين أفرغوا قبل ذلك أسلحتهم في صدور الشعب الثائر على فسادهم. وفي وسط هذا الكم من الصراخ الممزوج بأصوات البنادق تسلل دعاة الإمامة المطرودة من التاريخ وأملهم أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء. وفي حين كان المخلوع صالح يبذل محاولته الأخيرة لاستعادة السلطة، كان أيضا يضع كل إمكانيات الجمهورية في خدمة المشروع السلالي الإمامي البغيض. دفع الإنقلابيون باليمن إلى حافة الهاوية وأشعلوا فيها حربا أهلية غير مسبوقة في العاصمة والمدن والأرياف، وحصاد هذه الحرب آلاف القتلى والجرحى ونحو 3 ملايين نازح. أما حصادها المر فتجلى في هذا التهتك الخطير في النسيج الاجتماعي والتصدع الأخطر في البنيان الوطني. وبعد أكثر من عام ونصف على قيامة اليمنيين في وجه الانقلاب مسنودين بجيران متوجسين من حضور عدو طائفي إقليمي بغيض في خاصرتهم، تغير مجرى الأحداث، فالدولة على وشك أن تعود، والانقلابيون انزووا بمشروعهم في هيئة سراق لا أكثر. وتجرع أولئك الذين رقصوا في ساحة الانقلاب كؤوسا مرة ليس آخرها دعوتهم لمساعدة النسخة غير الشرعية للبنك المركزي بما تبقى في جيوبهم من نقود. إذن مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيب بكم وبضيف الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، لو بدأنا بالحديث عن هذا اليوم تحديدا منذ عامين، يوم الانقلاب والثورة المضادة، ما الذي عناه هذا اليوم بالنسبة لليمنيين بالنسبة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي، نحن في أيام عيد، أنا أعتبر أنها عيد الأضحى المبارك في أيامه التي نعيشها اليوم، بالرغم من الذكرى المأساوية التي أيضا سنتحدث عنها، لكن أقول كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ولكل شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية إن شاء الله. الشعب اليمني عاش كغيره من شعوب العالم الحر التي تناضل من أجل الحرية والكرامة والعزة والحياة التي يريد أن يعيشوها مع أجيالهم القادمة إن شاء الله، في ظل دولة تحترم النظام والقانون وتحترم الشعب، تحترم نفسها أولا ثم تحترم شعبها، تفتح آفاق للمستقبل، لا تحتكر السلطة ولا تحتكر الثروة،
كما عانينا منه طيلة حكم بائد قاده علي عبد الله صالح. بلا شك أن يوم 21 من سبتمبر كان يوم كارثي بالنسبة لأبناء اليمن، ليس فقط لأبناء اليمن وإنما حتى لأشقائنا في الخليج العربي وفي الدول العربية وفي كل العالم الحر الذي كان ينظر إلى اليمن وإلى الشعب اليمني في ثورته الشبابية السلمية نظرة إعجاب وإجلال وإكبار، أن الشعب اليمني يعني انطلق من أجل الحرية والكرامة. كنا حقيقة نتحدث قبل 21 من سبتمبر أنه ربما يحكم هؤلاء العقل أو شيء من العقل إذا كان بقي لديهم شيء من العقل ويتراجعوا عن هذا المشروع الذي هم فيه، حتى وإن كانوا يحظون بدعم خارجي خاصة من إيران فهم معترفون بذلك ويتكلمون به علنا. حتى لما كنا في الحوار الوطني مع قادتهم كانوا يتحدثون أننا يعني مع إيران ومدعومون من إيران، لكن كنا نحذرهم ونقول لهم لا يمكن أن يصمت الشعب اليمني أو أن يستسلم لفرض هذه المشاريع بالقوة، حتى وإن تحالفتم مع علي عبد الله صالح الذي فقد سلطته بفعل ثورة الشباب السلمية في 11 من فبراير 2011، لكن أنتم جزء من الحوار الوطني وقبلتم في الحوار الوطني كمكون أنصار الله، الأصل أن تستثمروا هذه الفرصة وتنخرطوا في الحياة السياسية وتكونوا مشروع سياسي مدني، تعرضوا مشروعكم على الشعب اليمني عبر الصندوق، إن قبل بكم فمرحبا بكم، تفضلوا واحكموا اليمن عبر الصندوق وليس عبر الدبابة والمدفع. لكن للأسف الشديد هم يعلمون جيدا أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بأفكارهم ولا بمشاريعهم السلالية الطائفية البغيضة التي يريدوا أن يفرضوها على الشعب اليمني بقوة السلاح، فحاصروا العاصمة بعد أن أسقطوا بعض المحافظات بدءا بصعدة ومرورا بعمران حتى وصلوا إلى العاصمة صنعاء. في 21 من سبتمبر اجتاحوا العاصمة بميليشيا تقتل ولا تفرق بين أبناء الشعب اليمني، لا بين سياسي ولا بين طالب ولا أستاذ جامعة ولا شيخ قبيلة ولا مسؤول ولا حقوقي ولا قانوني ولا إعلامي. دخلوا بيوت الناس ومؤسسات الدولة ومدارس القرآن ودور التحفيظ والمستشفيات والمساجد والمؤسسات الخيرية والجمعيات، لم يتركوا شيء ناهب ولم يفرقوا بين مؤسسات الدولة المدنية، لم يفرقوا لا بين مؤسسات الدولة ولا منظمات المجتمع المدني ولا بين معسكرات الجيش والأمن ولا بين وزارات ولا حتى مؤسسات الاتصالات وغير ذلك، لم يتركوا شيء. طيب هذه اللحظة في 21 من سبتمبر 2014 هل مثلت ذروة التحالف ما بين مشروع الإمامة ومشروع العائلة متمثلا بعلي عبد الله صالح وجناحه من حزب المؤتمر الشعبي العام؟ لا نريد أن نتحدث عن العائلة، لا توجد عائلة أصلا تحالفت مع الحوثيين. يوجد علي عبد الله صالح انسلخ من المشروع الوطني الذي كان يعني يدعيه ضمن المؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي حافظ عليه اليمنيون حتى في ثورة الشباب السلمية. حتى في ثورة الشباب السلمية لم نتحدث ولم نهاجم المؤتمر الشعبي العام كمشروع وطني، يعني تحدثنا عن علي عبد الله صالح ومن معه من عصابة أرادت هي أصلا محتلة ومسيطرة على المؤتمر الشعبي العام ومحتلة كذلك لمقدرات الوطن باسم الشعب المؤتمر الشعبي العام. اليوم المؤتمر الشعبي العام هو في صف الشرعية خاصة القيادات الوطنية التي يعني رجحت كفة الوطن على كفة الحزب أو كفة المنطقة أو كفة المصلحة الشخصية. بقي علي عبد الله صالح منفردا مع بعض أفراد عائلته وبعض الذين هم شركاء معه. كيف أثروا في تلك الفترة في يعني باستخدام علاقات علي عبد الله صالح في دخول الحوثيين إلى صنعاء؟ هل استغلوا العلاقات العائلية؟ دعنا نتحدث عن ذروة التحالف الذي تحدثت عنه، أن يوم 21 سبتمبر مثل ذروة هذا التحالف. لا يعني هم حتى عندما كنا في الحوار الوطني كانوا متحالفين، بل قبل ذلك في الحروب الست التي خاضها الجيش اليمني مع الحوثيين في صعدة منذ 2004 وحتى يعني 2014 كان علي عبد الله صالح يعطي الأوامر للجيش الذي ينتصر في بعض الجبهات بأن ينسحب فجأة ويدع
ما لديه من عتاد ومن قوات وأسلحة للحوثيين، وكذلك كان يعطي الإحداثيات لمواقع الجيش اليمني الحر، الجيش الوطني الذي كان يقوده حينها علي محسن صالح الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، كان يعطي الإحداثيات للطيران الذي يضرب على أنه يضرب الحوثيين ليضرب مواقع الجيش اليمني. وكان كثير من قادة الجيش وكثير من 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 الجنود في حروب صعدها الست قتلوا من الخلف من عناصر علي عبد الله صالح وميليشيات علي عبد الله صالح التي مزروعة في الجيش باسم بعضها من كتائب الحرس الجمهوري والأمن المركزي للأسف الشديد. فالتحالف هو قائم، لكن هناك محاولات، كانت هناك محاولات لثني ما 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 يسمى بأنصار الله وهم الحوثيين، لأن لا 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 يضعوا يدهم في يد علي عبد الله صالح ويتحولوا إلى مشروع عسكري، مشروع طائفي، مشروع سلالي، مشروع مناطقي، إذا أردتم أن تكونوا مشروع سياسي. وكذلك محاولة علي عبد الله صالح ومن معه من بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام وليسوا جميعا أن لا يحولوا الغضب والنقمة من الشعب اليمني الذي ثار ضد نظام علي عبد الله صالح إلى انتقام من كل أبناء الشعب اليمني ومن كل المنطقة حتى بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأن تتضعوا أيديكم في يد المشروع الإيراني. فالتحالف قائم للأسف الشديد، لم يستمعوا لصوت العقل، وجاء يوم 21 سبتمبر كتحصيل حاصل. قبل 21 سبتمبر نادى الرئيس عبد الرب منصور هادي لأن يثور الشعب اليمني في اصطفاف شعبي. أنت كنت حينها أمين عام الاصطفاف الشعبي. وأنا كنت أمين عام الاصطفاف الشعبي، وتكون هذا الاصطفاف الشعبي وخرج أبناء الشعب اليمني في 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 مشهد لم تشهد له العاصمة صنعاء مثيل حتى في ثورة الشباب السلمية، يعني مليونيات وخاصة التي خرجت في الزبيري قبل 21 سبتمبر ترفض الميليشيات وترفض حصار العاصمة وترفض فرض المشاريع بالقوة وتطالب هكذا. حتى في يوم 20 سبتمبر سلمنا الأخ الرئيس رسالة من الاصطفاف الشعبي نطالب فيه بأن يتم إعلان الحوثي، خلاص فقدنا الأمل في أن يتراجعوا، بأن يتم إعلان هؤلاء جماعة متمردة وأن يدعى الشعب للنفير العام والتعبئة العامة مع الجيش لحماية العاصمة ومؤسسات الدولة والمكتسبات الوطنية. هذه الأمور كلها تثبت على أن هذا التحالف كان قديم، ولكنه توج باقتحام العاصمة، وأنا أعتبر أن هذا الاقتحام هو بداية النهاية وليس الذروة، هو بداية النهاية لهذا المشروع وبداية النهاية لهذه الميليشيات، لأنهم كانوا يظنون أن الشعب اليمني سيستسلم وأن الشرعية اليمنية ستستسلم وأن دول الجوار سواء في الإقليم أو في العالم ستسلم بالأمر الواقع. فوجئوا بأن الشعب اليمني يثور بمقاومة في مأرب، في عدن، في تعز، في أبين، في شبوة، في البيضاء، في كل المحافظات تقريبا التي ما لم 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 يصلها عنف القوة، خاصة المناطق التي وصلها عنف القوة لم تستطع لأنها استنزفت من سنوات وهي تقاوم، يعني صعدة من 4 أو 5 سنوات، عمران كذلك، أرحب وغيرها. الحقيقة أيضا فوجئوا بالتحالف العربي وبعاصفة الحزم، وهذه كانت طيب. دعنا أستاذ صلاح نشرك معنا أحد الشهيدين على تلك المرحلة وهو سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير أحمد عوض بن مبارك. مساء الخير معنا سيادة السفير. مساء الخير ومساء الأنوار أنت وبسك الكريم. أهلا بك سيادة السفير. إذا ما تحدثنا على أن في لحظة اختطافك من قبل الحوثيين كان لديك مشروع دستور، برأيك لماذا ركزوا على اختطاف الدستور تحديدا؟ هذا انقلاب مكتمل الأركان، كان هدفه الرئيسي هو إيقاف التغيير الذي حدث في اليمن والثورة الشبابية الشعبية التي أرسلت أسس، يعني عبرت عن مطالب يعني حقيقية للشعب اليمني، ثم عبر عن ذلك في الحوار الوطني الذي انتظمت فيه مختلف شرائح المجتمع اليمني بألوانه السياسية والاجتماعية والجغرافية. كان هناك مشروع حقيقي للدولة اليمنية ينقل اليمن من حكم العائلة والمركز إلى توزيع حقيقي للسلطة والثروة وتوازن يعني على مستوى اليمن بشكل كامل. كان هناك انقلاب تم تخطيطه من قبل على عبد الله صالح الذي أراد أن يعود إلى مركز الحكم مرة ثانية، استفاد من النفس الطائفي الذي يحمله المشروع الإمامي والذي يدعم خارجيا من قبل إيران. كان مشروع الدستور، اختطاف الدستور هو شكل رمزي لإيقاف كل هذه المسيرة
التي ابتدأت يعني منذ 2007 عندما انطلق الحوار الحراك الجنوبي السلمي، ثم ثورة الشبابية الشعبية في 2011، وما تلاها من أحداث عبرت عن مطالب حقيقية للشعب اليمني. أعتقد أنه في ذلك اليوم هم أرادوا أن يقولوا لليمنيين أن هذا الحلم الذي حلمتموه، هذه المطالب التي ضحيتم من أجلها توقفت، وعادوا يعني واستغلوا مجموعة من البسطاء وقاموا بما قاموا به. لكن بعد عامين من هذه المأساة وهذه الكارثة فوجئوا بأن الشعب اليمني في معظمه في كل مناطقه صار ضد هذه الجماعة، ضد هذه الميليشيات. ونلاحظ الآن، أنا أتذكر أننا كنا في جنيف في المرحلة الأولى من المفاوضات، كنا في جنيف وكان لدينا فقط أجزاء من مأرب، كانت فقط أجزاء من محافظة مأرب لا زالت بإيد السلطة الشرعية والمقاومة. ثم بعد ذلك ونحن نتكلم اليوم، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحاصر العاصمة صنعاء وتتواجد في معظم المحافظات اليمنية، حتى المحافظات التي يدعوا أنها واقعة تحت سيطرتهم. أعتقد أنه معظم أبناء تلك المحافظات هم ليسوا مؤيدين لتلك الجماعة، وما نلاحظ من أعمال مقاومة ومظاهرات هنا هناك تدل على ذلك. طيب، الآن هناك ربما الكثير من تجديد الخطاب من قبل المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، أو استمرارية في خطابهم ضد مشروع الدولة الاتحادية، ضد مشروع الأقاليم. هل هذا الخطاب يتوحد فيه المخلوع مع عبد الملك الحوثي؟ أنا أتذكر يعني في أنا زرت صعدة أكثر مرة أثناء عملي أمينا عاما للحوار، ثم مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، وأثناء الجهود التي كنا نبذلها في سبيل يعني منع يعني ما حدث، خاصة عندما بدأت تلك الميليشيات تجمع القبائل حوالين حول صنعاء. كنت في سبتمبر وحضرت أحد اللقاءات يعني، وكان عبد الملك الحوثي يتكلم يعني حول أن الجيش ملكه، وأنه يعني كان في جدل، وكان يقال له أنه هل تتوقع أن تقبل الحديد تهامة تعز مارب يعني أن يبقى الحكم المركزي بعيدا عن الشراكة في السلطة والثروة، خاصة بعد المطالب الكبيرة. فكان يقول ده بصلف عجيب: الشمال حقي. ثم سئل: وماذا عن عدن؟ قال: يعني سأقاتل فيها لآخر رجل. هذا الكلام يوم 17/9، وما حدث يعني برهن هذا الكلام. كان هناك يعني رؤية عجيبة في امتلاك كل هذه اليمن، وباعتبارها حق تاريخي و ملك يعني لهم، وهو يتحدث بالتأكيد هنا عن مفهومه في إطار السلالية والأسرية الذي يؤمن بها. ويعني أستغرب أننا أمس في اليمن نحتفل بيوم الغدير ويوم الولاية، واعتبار يعني هناك يعني أفكار يعني ثار عليها الشعب اليمني، وفي 26 سبتمبر الذي سنحتفل بها قريبا، وهناك تغيير حقيقي حدث، إلا أن هذه الجماعة ظلت تحلم وظلت تعتقد بأنها مالكة للأرض وللناس بدعاوى عجيبة. لكن هذه أنا شاهدتها بنفسي واستمعت لهذا الحديث بنفسي. طيب، هذا الكلام كان حينها، يعني تقول لي أنه في 17 من شهر 9 في عام 2014 قبل سقوط صنعاء بأربعة أيام. برأيك، ألم تكن النخبة السياسية، رجالات الكثير من رجالات الدولة وكذلك الكثير من قيادات الأحزاب يعون ما يقوم به الحوثيين، الدول الإقليمية والدول العالمية، ألم تكن تعي ما الذي يقدم عليه الحوثيون بتحالفهم مع علي عبد الله صالح المخلوع، أم أن الأسباب الموضوعية لم تتوفر حينها لمواجهة هذا المشروع في ذلك الوقت؟ لا لا لا، نحن نعلم ماذا كان واقع السلطة والجيش تحديدا. نتكلم عن في إطار، إذا تحدثنا عن الدولة التي هي معنية بمواجهة ذلك المشروع، هناك كان يعني خلل كبير جدا في المؤسسة العسكرية والأمنية، وهي نتاج لطبيعة البناء التي يعني بنيت عليه هذه المؤسسة من قبل المخلوع صالح طوال 33 عاما، وهذا احدث خلل كبير جدا. يعني كان هناك وعي. انا اتذكر قبل خطفي في ذلك اليوم بيومين تقريبا او ثلاث ايام، كنت
كان لنا لقاء مع الدول الراعيه للعمل السياسي، وكنت اقول لهم بالنص انه نحن مقبلين على انقلاب وان هناك تحويرات، لاننا كنا نراقب كل هذه المسائل، وكانت هناك يعني جهود حقيقيه لمواجهه ذلك الانقلاب. انا اقول صراحه ولا اخفي سرا انه صدرت اوامر عملياتيه لمواجهه الانقلاب قبل دخوله، ويمكن ما حصل في حجز قبل 21 ديسمبر دلاله على ذلك، لان بعد ذلك صارت هناك لقاءات بين قيادات عسكريه تتبع المخلوع وقيادات قبليه، وتغير الامر. هناك الكثير من التفاصيل التي يعني لا يمكن الخوض فيها الان، لكن انا اقول انه كان هناك انقلاب كبير تم التدبير له، كان هناك ثوره مضاده حرفيا حضر لها وقادها على عبد الله صالح، وكان هناك مثاليه كبيره من قبل كثير من القوى السياسيه التي كانت تؤمن بان اليمن الجديد هو يمن يجب ان لا تحل فيه الصراعات بالسلاح، وان مرحله يعني استخدام الدوله السلاح ضد اي جماعه انتهى، واننا انتظمنا جميعا كيمنيين في حوار وطني شامل، وتوافقت معظم القوى على مفردات ذلك الحوار، وكان دائما ما يعني دائما كانت هذه الرغبه. انا اتذكر حتى حوارات تمت، نعم دكتور، عندما ابتدات المظاهرات في صنعاء يعني من قبل جماعه الحوثي، وكان هناك تحديث حول كيفيه اجاباتها، كان هناك حرص كبير جدا من قبل فخامه اخ الرئيس ومن قبل كل قيادات العمل السياسي والحزبي في اليمن ان تظهر الدوله نمط اخر في التعامل مع تلك المواجهات، الى ان خرج الامر عن السيطره. كان هناك يعني مثاليه ثوريه خلي اقول، وحرص على بناء يمن جديد ومن قبل كثير من تلك القوى السياسيه، مقابل يعني مشروع للامانه في بدايته لم يكن واضح، لكن في المراحل الاخيره كنا نرى كثير من الملامح وكثير من التفاصيل. ولا شك ان هناك حاجه في مقبل يعني في القادم من الايام لتدوين الكثير عن هذه الفتره، لكن ربما ان الوقت لم يحن بعد حتى تستفيد الاجيال القادمه. على كل حال اشكرك سفير اليمن لدى واشنطن سعادة السفير احمد عوض بن مبارك، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. استاذ صلاح، هل تتفق ان هذا الانقلاب جاء ضد مشروع الدولة الاتحادية، ضد تمركز الدولة في مكان واحد ليتحكم لتسهل عملية التحكم بالسلطة والثروة، وكذلك يسهل على الفاعلين الذين لا يريدون أن تتوزع الثروة بشكل متساوي وعادل بين أبناء الشعب اليمني أن ينقضوا عليها بهذه السهولة؟ أخي الكريم، تصرفات علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وملكياتهم واضحة، حتى أثناء توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من قبل عندما تقدم بها أشقاؤنا في الخليج، كان واضح جدا أن هناك محاولات للانقلاب على المبادرة الخليجية وعدم اعتراف بها، ثم بعد ذلك الوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني. طبعا الحوثيون رفضوا المبادرة الخليجية منذ بدايتها وهم جزء من الثورة، يعني لم يشتركوا حتى في المجلس الوطني صحيح. الذي وقع عن الثورة في على المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة. كذلك عندما وصلوا إلى مؤتمر الحوار الوطني كان واضح جدا من خلال الرؤى والتصورات والمشاريع التي يقدمونها أنهم لا يريدوا الاعتراف لا بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ولا بأهداف ثورة فبراير ولا حتى بأهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر ولا حتى بتلبية مطالب الجنوب في انطلاقته في الحراك الجنوبي السلمي. كل هذه يعني كانوا ضدها قلبا وقالبا، والعمل هو من أجل تدمير مكتسبات الوطن التي اكتسبها الشعب اليمني من خلال نضالاته منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومرورا بالحراك الجنوبي ووصولا إلى ثورة الشباب السلمية، انقلاب على هذه المكتسبات جميعا. نحن في اليمن لدينا وثائق هم مشاركون في توقيعها، مثلا المبادرة الخليجية علي عبد الله صالح موقع عليها، مخرجات الحوار الوطني الشامل الحوثيون وصالح يعني ملتزمون بها شكليا. وصلنا بعد ذلك حتى بعد دخولهم إلى صنعاء إلى اتفاق السلم والشراكة، وقعوه وانقلبوا عليه، يعني لم يعترفوا حتى بالوثائق التي فرضوها والاتفاقات التي فرضوها بقوة السلاح. معنى ذلك أن لديهم مشروع لا يريدوا أن يتراجعوا عنه. لكن حتى في المفاوضات الأخيرة، يعني لاحظ يعني في المشاورات الأخيرة في الكويت، وافقت الحكومة على ما هو
يقدم حقيقة بشكل كبير جدا الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وافقوا ليحقنوا الدماء ولنصل نحن وهم إلى منتصف الطريق، لكن مع ذلك رفضوه وانقلبوا حتى على ما تم الاتفاق عليه في 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 مشاورات الكويت. يعني هؤلاء يا أخي الكريم لديهم مشروع واضح سلالي، ينقلبون على الجمهورية، ينقلبون على التعددية، ينقلبون على حق الشعب في اختيار الحاكم، ينقلبون على حرية وكرامة الشعب اليمني، يريدوا أن يعيش الشعب اليمني ما بين سيد وعبد، ما بين سيد وخالد. طيب هل الحوثيين لديهم ذات الأهداف التي لدى المخلوع علي عبد الله صالح؟ لا بلا شك أن لكل منهم أهدافه، لكن كل طيب واحد فيما يتفقان؟ يتفقان على أولا الانتقام من الشعب اليمني الذي أسقط الحكم الإمامي في ثورة سبتمبر وأسقط حكم علي عبد الله صالح في 11 فبراير 2014، انتقام من الشعب اليمني، الانتقام من دول الخليج التي دعمت الشعب اليمني في خاصة في اليوم في معركته في مقاومة هذا الانقلاب وهذا التمرد، لأنهم كانت لديهم تطمينات للأسف الشديد، كانت لديهم تطمينات من بعض الدول الخارج وبعض الدول الكبرى أنه لن يكون هناك أي تدخل في اليمن، لن يكون هناك أي تدخل في اليمن، وكانت خطتهم قتل الرئيس، قتل من يعارضهم في الحكومة، قتل من يعارضهم في القوى الوطنية، قتل قادة ثورة الشباب السلمية من خلال حصارهم وإقامة الإقامة الجبرية التي عليهم، بل مهاجمة بعض البيوت، وكان يعني في مقدمة من أرادوا أن يقتلوا علي محسن والشيخ الزنداني والأستاذ اليدومي وغيرهم من هذا من هؤلاء القادة الذين كانوا يهدفون لقتلهم. وربما هم اليوم إلى الآن يختطفون عضو يعني عضو مؤتمر الحوار الوطني أو عضو رقابة على هيئة المؤتمر الحوار الوطني الأستاذ محمد قحطان، وكذلك وزير الدفاع وشقيق الأخ الرئيس وقائد لواء في أبين فيصل رجب وكثير من نشطاء الثورة الشبابية وكثير حتى من نشطاء الحراك الجنوبي. أخي هؤلاء كانوا يحملون مشروع وخلفهم تطمينات واضحة، حتى اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك عندما كان مدير مكتب رئيس الجمهورية وهو ذاهب إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لتسليم النسخة، نسخة مسودة الدستور الجديد الاتحادي، كان أيضا لم يكونوا ليقدموا على هذه الخطوة لولا أن هناك تطمينات. طيب سنتحدث عن هذه التطمينات أستاذ صلاح، لكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وجدد ترحيب بك أستاذ صلاح باتيس. يعني كنا نتحدث عن التطمينات الخارجية التي كانت لدى الحوثيين، هل كانت هناك لعبة تقوم بها بعض الدول الإقليمية كذلك الدول يعني دول العظمى ودول الكبرى؟ ربما يتحدث الكثيرين أيضا عن دور أممي أشرف عليه جمال بن عمر، هل هذه ساهمت كلها في الانقلاب الذي حدث في 21 من سبتمبر؟ أخي أنا هنا سأتحدث عن لحظة تاريخية أنا شاهد عليها شخصيا، عندما كنت عند الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي بينما كان الحوثيون يقتحمون صنعاء ويدكون أبواب صنعاء بالمدافع والدبابات التي نهبوها من معسكرات الجيش في عمران بعد مقتل القشيبي رحمه الله قائد اللواء 310 في عمران، نهبوا كل الأسلحة الموجودة في تلك المعسكرات وجاءوا ليهاجموا صنعاء بأسلحة الجيش التي نهبوها والتي نطالب اليوم بتسليمها، وصدر القرار الأممي 2216 بموجب هذه الأعمال الهمجية التي قاموا بها لتسليم السلاح إلى الدولة. هم يقولون نسلمه لمن؟ نهبته من الدولة، سلمه إلى الدولة. في ذلك اليوم كنت أنا شخصيا عند الرئيس عبد الرب منصور هادي أتحدث معه عن إعلان الحوثيين جماعة متمردة ودعوة الشعب للنفير العام والدفاع عن العاصمة حتى لا يقتحموها ويسيطروا عليها، وهم الآن يدكون أبواب صنعاء، وكنا نستمع لأصوات المدافع والدبابات من بيت الرئيس في صنعاء. في ذلك اليوم كان جمال بن عمر المندوب المبعوث الأممي كان في صعدة، كان يحاور الحوثيين، فكان الأخ الرئيس يقول كيف نعلن الحوثيين جماعة متمردة والأمم المتحدة تحاورهم في صعدة؟ فأنا رديت على الأخ الرئيس وقلت له يعني نفهم من ذلك أن هذه حصانة، يعني وجود بن عمر في صعدة يمثل حصانة للحوثيين حتى لا يعلن الحوثيون جماعة متمردة وهم يدكوا أبواب صنعاء ويقتحموا صنعاء. حقيقة الرئيس كان عاجز، السلطة اليمنية كانت عاجزة بسبب فعل وضغط الأمم المتحدة
بواسطة مبعوثها الخاص السيد للأسف جمال بن عمر. لكن الأدهى من ذلك أن هذه الميليشيات تحمل الموت لأمريكا وتقتحم صنعاء ومعها الأسلحة الثقيلة، والسفير الأمريكي لم تتحرك له شعرة وهو موجود في السفارة الأمريكية حينها، وكان يشرب الشاي والقهوة في حوش السفارة والصحفي يسأله ما موقفكم سعادة السفير سفير الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الميليشيات التي تقتحم العاصمة صنعاء وتحمل الموت لأمريكا؟ قال هذا شعار سلمي، شعار سلمي في الورق، وهو يحرق الأرض فوق اليمنيين. واضح جدا، لا يحتاج المسألة إلى دليل أن هناك تطمينات وهناك اتفاق مسبق أن الحوثيين يدخلوا صنعاء بحجة القضاء على بعض القوى الوطنية التي تهدد المصالح الأمريكية كما يدعون وتهدد مصالح المجتمع الدولي للأسف الشديد، وأن الحوثي سيكون بديل لمكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب، وهو الإرهاب رقم واحد في اليمن، وكل ما يتفق معه فيه مع الجماعات الإرهابية سواء القاعدة أو داعش هو معاداة الشعب اليمني، الانقلاب على قوانين الدولة، عدم الاعتراف بالشرعية، عدم الاعتراف بالرئيس عبد الرب منصور هادي، محاربة دول الخليج مع اليمن كذلك، هذه والتحالف أيضا مع إيران، والتحالف مع إيران، كل هذه يجمعون فيها مع هذه الميليشيات. الشعب اليمني يرفض الميليشيات، يرفض الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، يرفض حمل السلاح خارج إطار الدولة، يرفض فرض المشاريع بالقوة. هذا الذي غاب عن أذهان للأسف الشديد من كانوا يطمئنون الحوثيين أن الطريق ستكون سانحة أمامكم حتى للوصول إلى باب المندب وعدن واحتلال كل محافظات اليمن بما في ذلك الجنوبية والشرقية. الشعب اليمني خرج في صورة الاصطفاف الشعبي يظهر للعالم رفضه لهذا المشروع ولأمثاله من المشاريع. لا نريد ميليشيا، لا نريد قاعدة، لا نريد داعش، لا نريد حوثيين، لا نريد أي جماعة تحمل السلاح خارج إطار الدولة وتفرض مشاريعها بالقوة. نريد دولة ونظام وقانون وشراكة حقيقية في السلطة والثروة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني التي كانت نتيجة لحوار 10 أشهر بين اليمنيين ناقشنا فيه مشاكل اليمن منذ 67 وحتى اليوم يعني. طيب، هذا الاصطفاف الشعبي الذي كان موجودا وهذه الرغبة السياسية إن صح التعبير التي كانت موجودة، ما الذي وقف أمامها باستثناء يعني إذا ما تحدثنا ما عزلنا الوضع الخارجي ونحن نقدم شهادة في حقيقة الأمر لليمنيين جميعهم، ما الذي وقف أمامها في نهاية المطاف حتى تتعامل مع هذا التمرد حين وهذا الانقلاب الذي حدث الآن على الدولة؟ كما ذكر سعادة السفير الدكتور أحمد عوض، وهو رجل قريب من صنع القرار في اليمن ويعرف جيدا أكثر مني ومنك ومن كل تقريبا المشاهدين الآن، أن علي عبد الله صالح كان يمثل قوة داخل الجيش والأمن، رفض حتى عملية هيكلة الجيش والأمن، رفض كثير من القرارات التي صدرت بحقي، حتى المبرر الخليجي عندما أعطته الحصانة كان بموجب هذا الأمر اعتزال أو عدم ممارسة العمل السياسي، بقي على رأس المؤتمر الشعبي العام حتى اليوم يدعي أنه رئيس المؤتمر الشعبي العام ويفرض ما يريد بالقوة، بقي يتدخل في مؤسسات الدولة جميعها بما يمتلك من دولة عميقة وما يمتلك من إمكانيات مادية وما يمتلك من علاقات وبما يمتلك من نفوذ، فضلا عن تحالفه مع الحوثيين وإيران. هذه كلها حالة دون البدء في تطبيق مخرجات الحوار الوطني، وعندما أصر الشعب اليمني مع حكومته الشرعية وقواه الوطنية على المضي في طريق تطبيق مخرجات الحوار الوطني من خلال خلاصة هذا الحوار وهي مسودة الدستور الاتحادي التي تمت صياغتها من أجل عرضها على الهيئة الوطنية لمناقشتها ثم رفعها للأخ الرئيس لإصدار القرار الجمهوري بالاستفتاء العام عليها، تم استخدام القوة لإيقاف تطبيق مخرجات الحوار الوطني من خلال اختطاف مسودة الدستور واختطاف أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك. في هذه اللحظة أنا في تقديري وضعت الصخرة بوضوح في طريق العملية السياسية في اليمن. يعني اليوم المجتمع الدولي الذي يراقب أو الذين ينصحوننا بأن نستأنف المشاورات أو المفاوضات مع الحوثيين مع هؤلاء الذين انقلبوا على نعم يقولوا لماذا لا تستمر العملية السياسية أو تستأنف العملية السياسية في اليمن مع هؤلاء؟ كيف نستأنف العملية السياسية في اليمن وهي أصلا كانت مستمرة، كانت تتعثر لكن لا تتوقف؟ هم الذين وضعوا هذه الصخرة في ذلك اليوم في طريق العملية السياسية في اليمن. نحن نريد هذه الصخرة أن تزاح،
القرار الأممي 2216 جاء لإزاحة هذه الصخرة. فنحن نطالب العالم بمحيطيه الإقليمي والدولي أن يساعد الشعب اليمني ويدعم شرعيته وجيشه الوطني ومقاومته الشعبية وقواه الحية ليزيحوا هذه الصخرة، فتتحرك العملية السياسية في اليمن وتستكمل من خلال النقطة التي وقفت فيها، فتعرض مسودة الدستور على الهيئة الوطنية ثم ترفع للرئيس ثم يستفتى عليها، ويتحول اليمن من الدولة المركزية إلى الدولة اللامركزية التي تلبي حاجة الشعب اليمني، متطلبات الشعب اليمني، طموحات الشعب اليمني، تطلعات الشعب اليمني، خلاصة نضالات الشعب اليمني، حتى المظالم التي وقعت في الجنوب أو الشمال. ستكون هناك دولة لامركزية، ستكون هناك أقاليم، سيكون هناك حكم عادل، شراكة حقيقية في السلطة والثروة، سيكون هناك تنافس بين الأقاليم. لكن هؤلاء للأسف الشديد انقلبوا على كل شيء، انقلبوا على مكتسبات فبراير وسبتمبر وأكتوبر، انقلبوا على مكتسبات الحراك الجنوبي وثورة الشباب، انقلبوا على الحوار الوطني، انقلبوا على كل شيء. نحن اليوم أخي الكريم أمامنا ثلاث مراحل واضحة المعالم، واضحة المرجعيات. المرحلة الأولى استعادة الشرعية، إسقاط التمرد واستعادة الشرعية ومرجعيتها القرار 2216. المرحلة الثانية استكمال المرحلة الانتقالية ومرجعية والانتقال السلمي للسلطة ومرجعيتها المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة. المرحلة الثالثة الانتقال إلى الدولة الاتحادية ومرجعيتها مخرجات الحوار الوطني الشامل. يعني نحن في اليمن نختلف تماما عن أي صراع في أي بلد آخر، وهذا يعتبر وهذه تعتبر مكاسب عظيمة جدا للشعب اليمني محافظ عليها. ونحن اليوم أقوى كما ذكر الدكتور، أقوى من ذي قبل. يعني كنا قبل سنة عبارة عن مقاومة شعبية وقبائل تقاوم هناك في عدن أو في الضالع أو في تعز أو في مأرب أو الجوف أو البيضة أو غيره. اليوم أخي الكريم أنا نزلت بنفسي وزرت الجبهات وزرت المواقع والمعسكرات، رأيت جيشا وطنيا يتكون، جيش حقيقي الذي حلم به اليمنيون ويحلم به اليمنيون، وجيش علي عبد الله صالح يتآكل، وميليشيات الحوثي تتآكل تستنزف في الجبهات، في تعز، في البيضاء، في نهم، في صرواح، في الجوف، تستنزف وتنتحر على الحدود مع المملكة العربية السعودية. يوهمونهم أنهم على وشك إسقاط نجران وجيزان وعسير وهم ينتحرون على هذه. هذا الاستنزاف والتدمير الذي حدث لقوتهم بينما الجيش الوطني يتكون والمقاومة الشعبية تقوى. اليوم الحكومة بصدد النزول على الأرض، العودة إلى عدن ونقل البنك المركزي وإدارة المناطق المحررة من عدن واستكمال التحرير من عدن، هذه كلها مكاسب حقيقية معالمها واضحة. متى بدأت هذه المكاسب؟ متى تغيرت المعادلة؟ تحدثنا على نقطة 21 من سبتمبر، لكن هناك أيضا ربما جاءت نقاط أخرى فيما تلا. عندما تحول الموقف الشعبي المقاوم للإنقلاب كان هناك مقاومة سلمية، الآن هناك مقاومة مسلحة، وكذلك هناك إسناد من قبل التحالف العربي، يعني مقاومة شعبية موجودة على الأرض وهناك جيش وطني. هل كانت هذه لحظة تغيرت فيها المعادلة على الميدان من وجهة نظر؟ نعم، هم الذين غيروا المعادلة. يعني اسمح لي هنا أن يوم 21 من سبتمبر حتى وإن قلنا أنه نكبة أو قال هم أنه انتصار، فأنا أعتبر أنه بداية النهاية لهم. يعني هم طلعوا على السطح، ظهروا مكشوفين، يعني أعلنوا التحدي للشعب اليمني بأكمله، أعلنوا التحدي لشرعيته، أعلنوا التحدي لقواه الوطنية، أعلنوا التحدي لثوراته ومكتسباته الوطنية، بل أعلنوا التحدي حتى لجيران اليمن، لأنهم هددوا بأننا اليوم من إيران هناك، أننا اليوم سيطرنا على العاصمة العربية الرابعة، وقال بعضهم أن الطريق سالك لمكة والمدينة لتحريرها من آل سعود، وقال بعض قادة الإنقلابيين من الحوثيين أننا سننظم الحج في العام القادم. أخذتهم العزة بالإثم. يوم 21 من سبتمبر هو بداية النهاية للمشروع الإيراني في اليمن، ونحن منذ ذلك اليوم وحتى اليوم ننحت في الصخر وندك معاقل هذا المشروع، وها هي كتائب المقاومة الشعبية تطرق أبواب صنعاء، وصنعاء تغلي من الداخل، وعمران تغلي من الداخل، وصعدة تغلي من الداخل، بعد الفشل على كل الجبهات ربما في داخل كل هذه المحافظات التي يظنون أنها استسلمت لهم تغلي من الداخل. لولا القبضة الحديدية والاعتقالات التي طالت قادت المجتمع في هذه المحافظات، وإلا لكانت هناك ثورة
داخل هذه المحافظات، لكن اليوم من خلال اقتراب المقاومة الشعبية والجيش الوطني من حدود صنعاء، يا أخي من الذين يقودون المقاومة اليوم في نهم؟ من الذين يقودون الجبهات في 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 الجوف؟ من الذين يقودون الجبهات في في حرض وميدي؟ هم من أبناء هذه المحافظات التي ترزح اليوم تحت الاحتلال الميليشياوي من أصحاب علي عبد الله صالح بن الملك الحوثي. أما المحافظات الأخرى التي تحررت فهي اليوم تتحول إلى تطبيع الحياة المدنية وتفعيل مؤسسات الدولة والبدء في عملية إعادة الإعمار والبناء. طيب الآن هناك هم مشترك إذا ما تحدثنا أو يعني أمر مشترك لكافة اليمنيين لمواجهته هو مشروع الانقلاب، في ما إذا تم القضاء على هذا الانقلاب وهو سيكون قريبا بإذن الله، هل القوى السياسية في الشمال وكذلك في الجنوب ستلتف بشكل جماعي حول مخرجات الحوار الوطني، حول الشرعية أيضا، أم أن التناقضات ستظل حاضرة؟ لعلك تابعت، الشعب اليمني نضج وقواه الوطنية ناضجة بفضل الله عز وجل، وهناك الدروس والعبر التي اتخذت واستفيد منها حقيقة من خلال النضالات السابقة. يعني كان أنا تحدثت أحيانا أن الشعب اليمني عنيف في حربه دائما، تحسم المعركة سريعا، يعني لا تطول المعارك عندنا في اليمن بعشرات السنين، لكن تحسم سريعا، لكن لا نحافظ على النصر، يعني ننتصر ثم نحترب، ننتصر ثم نتصارع، ننتصر ثم نتقاتل. لكن اليوم الواضح أن هناك نضج وهناك فهم وإدراك وهناك كذلك تطلع لحياة مستقرة آمنة تنافس وتوازي ما تعيشه الشعوب من حولنا، بل هناك طموح للوصول لأن نكون جزءا من دول مجلس التعاون الخليجي حتى نكون يعني مجتمع واحد بمستوى واحد إن شاء الله، ونرقى جميعا ونتطور جميعا. ميثاق الشرف الذي وقعه علماء اليمن دليل واضح وخطوة أولى في طريق الاستقرار القادم إن شاء الله. ستتبع هذا، سيتبع هذا الميثاق وسيتبع هذا الاتفاق الذي تم بين علماء الشعب اليمني وعلماء اليمن، سيتبعه تحالف سياسي وهو ويجري التحضير له وبدأ الحديث عنه وبدأت الأصوات ترتفع له، لأن يكون هناك تحالف سياسي نتفق على هذه المرجعيات التي أجمعنا عليها جميعا، وألا نخرج عن إطارها، يعني لا ننتصر ثم نتقاتل، لا ننتصر ثم نبدأ بعملية تطبيق مخرجات الحوار الوطني، الاستفتاء على الدستور والبدء في تدشين الأقاليم والعمل بنظام الأقاليم بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات في إطار الدولة الاتحادية. الأمر الآخر ما يتعلق بعملية ما تم الخروج به في مؤتمر الرياض، يعني أنا أعتبر أن مؤتمر الرياض مثل نقطة تحول في تاريخ اليمن المعاصر. القوى التي لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني شاركت في مؤتمر الرياض الذي عقد في الرياض، أيضا أقرت وأكدت أن إحدى مرتكزات مؤتمر الرياض هي مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أي أنه لا تخوف من أن يكون هناك بعد القضاء على هذه الميليشيات والانتصار، لا تخوف من أن يكون هناك صراع داخلي أو حرب أخرى. إن شاء الله، إن شاء الله سينطلق الشعب اليمني إلى بناء اليمن الجديد، اليمن السعيد، اليمن الاتحادي إن شاء الله. أشكرك أستاذ صلاح باتيس، عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، كنت معنا في حلقة اليوم. كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين الملتقى مشاهدينا الكرام، أرجو أن تكونوا بخير وأرجو كذلك أن يكون الوطن بألف خير. إلى اللقاء.